أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر الحجاوي صاحب زاد المستقنع في باب المرتد أن من أنكر صفة من صفات الله تعالى يكون كافرا، فهل الأشعرية كفار؟ إذا أنكروها عن علم، عن علم واعتقاد، وهم يعرفون أنها صفات الله ولم يكونوا مقلدين ولا جهال، إنهم يكفرون. هذا في علمائهم الذين يعرفون ثبوت الصفات ويعرفون معناها، ولم يقلدوا أحدا، وإنما هم نفوا هذا تعمدا، فهؤلاء يكفرون. أما المقلد والجاهل فهذا يضلل ولا يكفر، وغالبهم كذلك، غالبهم مقلدة، غالبهم مقلدة. نعم.